هو الذهب رجع يزيد تاني ليه؟ ده السؤال اللي بيسأله ملايين من الناس دلوقتي بعد ارتفاع أسعار الذهب لأكتر من 2800 جنيه. اللي بيحصل في سوق الذهب تحذير لينا علشان نخاف على الجنيه. طب إيه تفاصيل قرار البنك المركزي الجديد بخصوص الذهب وتأثيره إيه على الأسعار الفترة اللي جاية؟ أنا مريم مجدي وكل ده هنعرفه في الفيديو ده. أسعار الذهب زادت بشكل كبير جداً الفترة الأخيرة لدرجة أن سعر الجرام وصل ل 2800 جنيه لعيار 24 زي ما كان في إبريل ومايو وقبل مبادرة ذهب بدون جمارك، لكن بعد المبادرة الأوضاع استقرت. بس اللي حصل دلوقتي ارتفاع جنوني في أسعار الذهب تاني، عشان كده ناس كتير بدأت تسأل هو إيه سبب ارتفاع الذهب وهينخفض إمتى تاني؟ بص يا سيدي، حسب تصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة المعادن بالغرفة التجارية السابق للمصري اليوم، إن ارتفاع سعر الذهب المحلي بيرجع لأكتر من سبب، أهمهم ارتفاع معدل الطلب واللي زاد نتيجة الأوضاع السياسية، وده لأن الإقبال بيزيد على الذهب لأنه الملاذ الآمن للمستثمرين عشان يحافظوا على مدخراتهم وقت الأزمات، وده اللي خلاه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام اللي جاية وتراجع وانخفاض تاني في حالة هدوء الأوضاع العالمية واستقرارها. بس ما تنساش كمان إن سعر الذهب في مصر مربوط بسعر الدولار في السوق الموازية، واللي خلال الأيام الأخيرة سعر الدولار فيها قفز لأكتر من 43 جنيه، وده في وسط التوقعات الدولية عن تعويم الجنيه، وآخرهم وكالة ستاندرد أند بورز واللي توقعت ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيه في البنك. أما سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية قال اليوم السابع إن في عودة للطلب على سبائك الذهب والجنيهات الذهب، وده بنسبة مبيعات 60% مقابل 40% لمشغولات الذهب، وده رغم ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لمستويات فوق 2400 جنيه للجرام من عيار 21. وقال كمان إن السبائك كانت دايماً بتاخد نصيب الأسد من المبيعات، وده خلال النص الثاني من العام الجاري بنسبة 70%، لكن الطلب انخفض عليها خلال يوليو وأغسطس ونص سبتمبر 2023، وإن في انخفاض ملحوظ حصل في مبيعات المشغولات الذهبية علشان توصل نسبة مبيعات المشغولات دلوقتي ل 40% من مبيعات السوق. لكنه قال إن الطلب بيزيد على أوزان الذهب اللي بأحجام صغيرة بسبب تحرك الأسعار. أما عن السعر العالمي فقال إن أوقية الذهب اتحركت 100 دولار بداية من اضطراب الأوضاع السياسية، ولسه في تطورات مستمرة لأن سوق الذهب منتظر دلوقتي صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي. وبالمناسبة البنك المركزي كان أصدر قرار بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية سواء كانت فلوس أو ذهب لقائمة الاستثناءات، واللي بتمنحها مدة 30 يوم من تاريخ شحنها للخارج علشان البنوك المحلية تكشف عنها بدلا من 7 أيام. وحسب تصريحات هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إن القرار ده بيجي لصالح صناعة الذهب المحلية لأنه بيمنح مهلة أطول للصانع لتوريد حصيلة بيع منتجاته للخارج، وده هيفتح الباب قدام تصدير كتير من المشغولات واللي كان من الصعب السماح ليها مع مهلة 7 أيام. وهنا في سؤال مهم، زيادة التصدير تأثيرها إيه على أسعار الذهب في مصر؟ بص يا سيدي، حسب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقاً فزيادة التصدير ممكن فعلاً يسحب كمية الذهب بكميات أكبر، وده طبعاً هيأثر على كميات الذهب المعروضة للمستهلك المصري، بس في المقابل أنت عندك مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك واللي نجحت في إدخال أكتر من 200 طن ذهب لداخل مصر علشان يزيد المعروض وتستقر الأسعار، والمبادرة دي تنتهي في نوفمبر، لكن أغلب المؤشرات بتأكد إن الحكومة هتمد المبادرة 6 شهور كمان علشان تسيطر على أسعار الذهب. دلوقتي بقى شاركنا وقلنا، هل اشتريت ذهب قبل ما يزيد ولا كنت بتفكر تشتريه؟